الأم على مر العصور هي الحصن الأول لأبنائها، وفي مختلف المجتمعات تبقى الأم الملكة المتوجة في قلوب صغارها حتى لو وصلوا إلى أعمار متقدمة في السن. لكن ما فعله بطل الفيديو التالي تخطى كل المعاني والأشعار التي قد تصف أو تتغنى بمكانة الأم في قلوبنا. وقبل مشاهدة الفيديو نحذركم مشاهدينا أنه مؤلم بعض الشيء. في إحدى المدن الصينية كانت الأم وابنها يعبران الطريق فصدمتهما سيارة، فما كان من الطفل الصغير أن قام وركل السيارة بقدميه منفعلا من تصرف هذا السائق المتهور، وأخذ يوبخه خوفا على والدته. هذا المشهد مشاهدينا المؤثر تحول إلى ترند عالمي، وبطولة هذا الطفل نالت أعجاب رواد السوشيال ميديا، ولكم بعضا من ردود الفعل. ولكن في المقابل هناك من استنكر تصرف الأم لعدم اكثراتها للسيارات المارة، فيما ادعى آخرون أن الحادثة مجرد تمثيل. لنتابع بعض التعليقات. وهنا نسألكم مشاهدينا، العمل البطولي للطفل الصيني لا يختلف عليه أحد، ولكن ما رأيكم في تصرف الأم؟ هل كانت مقصرة أم لا؟ شاركونا بأرائكم عبر حساباتنا على السوشيال ميديا شير الغد.